أربعة شارع شريف. معايا هنا مصورة هيغمى عليها من الضحك، مش عارف ليه، بس ما علينا. يعني رجعنا لكم مرة تانية. النهاردة هنتكلم كده عن الشباب والرجال يلبسوا ايه، وهنتكلم عن القميص الأبيض، ومعانا النهاردة فراش الشارع دينا نصير. كده تتأخري على الانترو وما تحضريش معانا الانترو. متأسفة والله يا شريف، معلش ما تزعلش، مرة جاية ان شاء الله يعني هعوضها لك. هطلع في الانترو وهطلع في الآخر، ايه رأيك؟ ماشي، يعني حتى لو الفقرة مش كنت فين يا فراشة؟ ما اتاخرت في الطريق يا شريف، معلش يعني تحرجنيش بقى كده دلوقتي. شكلك حلو النهارده كده، انت حلو على طول. ميرسي يا شريف. هنتكلم عن ايه النهارده بقى؟ هنتكلم عن القميص الابيض. انا قلت امسك قطعه كده في دولاب اي حد، وقد ايه القميص الابيض من الحاجات المهمه جدا لازم تكون موجوده في دولابنا كلنا، ودولاب الراجل بالذات يعني. بس ازاي اقدر البسها من حاجه تبقى فورمال، زي ما اتكلمنا الحلقه فاتت الفورمال، ان انت لازم تبقى لابس قميص وكرافته على بدله، وازاي ممكن تلبس القميص الابيض على البحر يعني. انا بالظبط، فازاي ويز كتيره جدا او طرق كتيره جدا اقدر البس بيها القميص الابيض. اوكي، ف قبل ما نتكلم عن القميص الابيض، وانا بشتري القميص الابيض في نوعين من المقاسات. مقاسات اللي هي سمول ميديوم لارج اكس لارج، او 42 40 وبالارقام، او 16 17 بالظبط. ده بتاع ايه وده بتاع ايه في القمصان؟ بص، الكاجوال هو اللي بيبقى سمول ميديوم لارج. اوكي، وعلى فكره ده اللي مش هلبس عليه كرافات. بالظبط. والفورمال هو اللي بيبقى بالارقام. بالارقام، بس ساعات في وسط البلد خلي بالك برضو بيبيعوا بسمول ميديوم لارج يعني. بس في حاجه بقى، عشان كده لازم بالمزورة. والقمصان اللي سمول ميديوم لارج لما بتلبسي عليهم كرافات، الياقه بتاعتهم بتكون مش متحضره ان يبقى في كرافات، فتلاقيها الياقه عملت كده اتنت كده، لان التانيين بيبقى الياقه بتاعتهم منشيه، او في جوه بتاع كده بلاستيك بتتحط. بس عايز اقول لك، ساعات انا برضو شفت تريك يعني بتتعمل للقصه دي، او حيله يعني، عشان ساعات القمصان حتى اللي بتلبس فيها كرافاتات بعد فتره الياقه بتبوظ، فبتجيب الكليب، عارف الكليب بتاعت الورق اللي بتمسك بيها الورق، بس بتبقى اللي هي معموله من حديد، وبتحطها في الطروف فبتمسكهم. ما بتبقاش باينه؟ ما بتبقاش باينه، لان انت بتدخلها في القميص، ما بترفع الياقه بيبقى فيه زي جيب صغير كده. ايوه هو ده، هو ده. انا بحط فيه بتاع بلاستيك، بتحط البلاستيك، هو بتحط فيها الكليب دي، هتفضل ثابته عشان ساعات الياقه ايوه ساعات الياقه بتترفع كده. صح، بيبقى منظر بشخ. يعني بس انا عامه يعني بنصح ان بالذات القميص الابيض عشان تحافظ عليه، مبدئيا ما تغسلوش في الغساله يعني. سوري، تغسله في الغساله بس ما يتنشفش. سوري معلش، ما يتنشفش، عشان ساعات بيبقى فيه بروجرام على الغساله ان انت تنشفه. طب ليه ما نشفوش؟ عشان ما يستهلكش. بالظبط. والقميص الابيض هنستخدمه كتير وملوش موضه. بالزبط. بس الكولا ليها موضه ساعات. برافو عليك يا شريف، عشان كده دايما اول ما تلاقي ان الكولا ابتدت تاخد لون تاني غير الابيض، وابتدت تدوب شويه، ابتدت تبقى مسفره شويه، لا نجيب واحد جديد. عشان كده دايما بنصح ان بتيجي تشتري قميص ابيض اشتري قميصين. انت عارفه بقى، انا عندي قميص ابيض الكولا بتاعته بتتفك وتتركب، ومعاه كذا كولا الوان. الله، لذيذ ده قوي. فكره حلوه قوي، تخيل. انت عارفه ان انا عملي. ايوه، لا برافو، لا وهي فكره حلوه. هو ابيض بقى، تشيل الكولا تحطي كولا جراي مثلا، تحط احمر، تحط اصفر، زي ما انت عايزه. لا بس حلوه، انت عارف اصلا انا شفت ناس كتير قوي بتعمل موضوع الكولات ده، ان حتى كمان في البنات يعني. لا بس عجباني فكره براكتيكال يعني. ممكن عشان ساعات المحجبات بيبقوا عندهم توب مثلا، فعايزه حاجه الرقبه، فبتروح بيبقوا بيعملوا الكولا بس لوحدها. صح، حلو قوي. طب عايزه نبتدي بالصور؟ يلا بينا. واللي عايز يتواصل مع دينا نصير، الانستجرام والفيسبوك الخاصين بيها موجودين على الشاشه اهو، فيسبوك والانستجرام. يلا، شفتي بنطقه حلو؟ حلو قوي. اصل اول ما نزل البتاع ده كنت بنطقه غلط خالص. بس انت شاطر يا شريف، انا دايما يعني بحس ان انت بتتعلم بسرعه وكده. كنت بس انا كنت بقراها وبنطقها انستجرام. انستجرام، عادي بقى، ما هو بس ما بحبش الناس اللي يقول عليه انستا دي او الانستا. لا، في ناس بتسهل على نفسها الحاجات يعني. مش عارفه انت. عارفاهم بس يعني بحس ان من براحتكم يعني، عايزين تقولوا له الانستا وعلى الفيس. وعلى الفيس والواتس. والواتس ولا مش واتس؟ واتس واتس واتس. يلا حطوا لنا اول صوره يا اولاد. يلا، ايه بقى ده؟ بص يا سيدي، انا هو ده قميص ابيض. ده قميص ابيض. بص يعني دايما بقول دي الحاجه الفورمال يعني، مثلا هتلبس قميص ابيض مع بنطلون قماش او بنطلون جبردين، فدي الطريقه تلبس بيها القميص الابيض لو عندك البنطلون الجبردين. بنطلون ده القميص الابيض مع البنطلون الجينز. بس طلعوا هنا من بره الاولانيه كانت بالظبط عشان ده فورمال شويه او سيمي فورمال. هنا بقى نيجي يا شريف لو هنلبس القميص الابيض لحاجه فورمال.
فالقميص الابيض هتلبسه معاه كرافته مثلا مقلمه على بنطلون او كرافته ساده، فدي مثلا ممكن تكون رايح بزنس ميتنج او عندك ميتنج او عندك مثلا عشاء مهم مع عملاء او كده. بعد كده هنا في الفصل الشتاء او في فصل الخريف لما تلبس القميص الابيض مع البليزر وطلعوا بره البنطلون عادي. ما هو عادي عملتها قبل كده وقعدوا يتريقوا عليا. لا ليه؟ ما انا اعرف بقى. بس عايز اقول لك حاجه، انا دايما بص يا شريف يعني في حاجات كده معينه اما تحط القميص جوه البنطلون بيدي شكل اكنك مترتب مهندم كده، لكن لما بتبقى حاطه بره بالموضوع بيبقى كاجوال كده قوي. ما انا بسيبه من بره علشان ما يكرمش واروح مودي لك واجي تاني. ما انا بحبش اودي حاجات بس يعني في حاجات اما يعني انت مثلا رايح بزنس ميتنج ما ينفعش مطلع القميص من بره يعني بيبقى شكله مش لطيف. اوكي هنا بقى لو عايزين نلبسه بطريقه كاجوال، الكاجوال ده هتلبسه مثلا مع جينز مقطع، هتلبسه مع جينز مش مشمره وتشمر عشان يبين الباي وتراي. بالظبط الباي وتراي كانوا عندي زمان وراحوا بعد العمليه. معلش. بعد كده لحاجه بالليل مثلا هتلبس على بنطلون قماش مثلا رمادي وهتلبس معاه كرافته او هتلبس من غير كرافته. بس بصي بقى خلوا الصوره دي ثانيه واحده، هي الكرافته المفروض مش تبقى اعلى من كده شويه، تبقى لمسه يا دوبك الحزام من فوق الكرافته كده. بالظبط صح كده انا بشوف يعني صح، طويله وهنا دي كرافته طويله شويه. وبرده في الصوره اللي قبل كده كانت الكرافته تحس ان في حاجه مش يعني بجد ما خدتش بالي. لا بس بس هو فعلا ممكن تشوف الصوره اللي قبليها. لا 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 خلاص مش مهم. اوكي بس هو فعلا لازم تكون هنا على شورت بقى. هنا بقى ما تلبسه على شورتس. انا برضو الشكل ده ازاي ممكن على شورت اللي هو عارف الشريف الجبردين او شورت القماش تدخله الشميز من جوه وتلبس معاه حزام، وفي نفس الوقت لو الشميز لو انت مثلا على البحر ودي هنشوف الصوره ليها يبقى الشميز كاجوال فيبقى وروني كده اللي بعديها عامله ازاي الصوره. لا هنا بقى ازاي ممكن تلبس القميص مع حمالات يعني شكل ايه بقى فايده الحمالات؟ بيبقى شكل ستايلش شويه، او في ناس معينه ما بتبقاش عايز تلبس حزام فبتلبس الحمالات عشان تمسك الحمالات. دي بالنسبه لي انا جربت البسها مره كانت ماساه. ليه انا ده لبسوني مره في اعلان كنت حافطس. ليه بس بتبقى مش حسيت ان انا مش عارف اخد نفس. بس فاكر زمان كانوا بيلبسوا الحمالات دي كتير قوي زمان بقى. انا ما زمان بس ولا وفي ناس ليها ستايل معين في الحمالات يعني لو رجع تاني لا مش مش هلبسهم. طب خلاص مش مهم مش خلاص انسوا الغوا الحمالات الغوا الحمالات. ليه نلبس حمالات وتحس ان الواحد عامل كده اهو. بس انت جربتي تلبسي الحمالات؟ عندي بنطلون والاوفرول يعني لما بلبس سالوبات مثلا الاوفرول ده اللي هو سالوبات يبقى في ساعات عندي اتنين كده طالعين اسمه دريل. لا يا شريف اسمه اوفرول او اسمه جامب سوت. لا لا مش جامب سوت. لا اللي هو اللي بحمالات اسمه ايه دعاء؟ عفريتة؟ سالوبات شفت حتى بتقول لك عفريتة. ايوه وليها اسم تاني برضه عفريتة. لا بس العفريتة بكم يا جماعة. بس عايز اقول لكم حاجة العفريتة قولي لها ايه قاعدة هناك تتشدك من اللي بكم يا جماعة وزي قاعدة على البسطبة كده عامل عامل. طيب ممكن نشوف الصورة اللي لا مش هتشوف صور. هنغني؟ هنغني يلا بقى بينا نرقص يا صبية. ايوه بقى معقولة ده انت معانا لازم نستغل الفرصة. وبعدين ناخد فاصل ونرجع نكمل مره تانية. خليكم معانا لو سمحت. ومزيكا قمت نرقص يا صبية وشبك ايديك بايدي خلينا بكره نرقص ونغني يا صبية
السهر داير وخلي القلب يا حلو ياخدنا من حب الحب. ليل السهر داير وخلي القلب يا حلو ياخدنا من حب الحب. وحياتك ما بدي الا انت حدي، وحياتك ما بدي الا انت حدي، تحطك بقلبي وعيني. قومي تنرقص يا صبي مش بيك ايديكي بايدي، خلينا بكرة خلينا بكرة نربص ونغني يا صبي. قومي تنرقص يا صبي مش بيك ايديكي بايدي، خلينا بكرة خلينا بكرة نربص ونغني يا صبي. اوبا أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف. رجعنا لكم مرة تانية ونكمل كلامنا عن القميص الأبيض وميزات القميص الأبيض بالظبط، وإزاي نلبس القميص الأبيض بكذا طريقة. مع دينا نصير عايزة أكلم دلوقتي عن الفترة اللي إحنا فيها دلوقتي، إزاي ممكن برضو ألبس القميص الأبيض في الجو ده. فممكن ألبس تحتيه تي شيرت ويبقى لاير، يعني مثلا قميص ابيض تحتيه تي شيرت بيضه او تي شيرت جراي وعلى بنطلون جينز، فممكن تلبسه بكذا طريقه يعني. اوكي اوكي، وانا متهيألي دي الصوره اللي معانا. ورونا كده الصوره لو سمحت. يلا يلا. فيسبوك، فيسبوكك اهو. ايوه، وانستجرامك اهو. هي الناس ليه حزينه قوي على الفيسبوك يا شريف؟ ده على طول كده. يعني انا عشان انضميت يمكن متاخرا مذيعة ومش عارفة تقول ايه. معلش معلش، في ساعات مش بتعطل في كلمة يعني. انا على طول مؤخرا. هي اصلا مش متأخرة اصلا، هي اسمها مؤخرا. مؤخرا. بس لقيت الناس حزينة، مش حزينة، انجري قوي على فيسبوك يعني. الناس كؤبة. غير كؤبة، بيزعقوا طول الوقت. مش عارف ليه. يعني طب ليه يا جماعة؟ على أي حاجة. بالظبط. حتى الحاجات الحلوة يزعقوا فيها برضه. يعني بزيادة يعني، حاسة كده. أول بقى ما إيه، أنا أول ما أشوف الفيسبوك أخش ألاقيه في الجو بتاعه أروح قافله أقول كاتكم القرف، يعني اقفل على طول. ممكن زي ما في حاجات مثلا، بس ممكن تعمل شير لحاجات كويسه، لحاجات. لا لا ما بيعملوش كده ابدا. عيب. طب ليه هشير لحاجه كويسه؟ ايه الاباحه دي بجد؟ دي اباحه دلوقتي؟ ما كنتش اعرف دلوقتي. اي حاجه نكد تحطيها عندك على الفيسبوك، اي حاجه حلوه ما تحطيهاش على الفيسبوك، عيب. لا لا والله زعلت قوي، زعلت. حاسه الناس على طول بتزعق وعلى طول زعلانه، والناس لما بتتناقش مع بعض لو مش عاجبهم الكلام اللي انت بتقوله بيتخانقوا ويبتدوا يشيلوك من على الفيسبوك. قالوا لي بقى يعني كويس قوي ان انت شلتي ناس. انا عمري ما شلت ناس، انا لسه منضمه مؤخرا. لكن قالوا لي بقى زمان ما كانش كده خالص. ما كانش كده خالص. الناس لطيفه بقى، ونقعد بقى تلاقي بقى ناس حاطين بقى يعني كليبات لذيذه. لا بس انت بتعجبني قوي الحاجات اللي انت بتحطها على فيسبوك يا شريف. انت بتحط حاجات بنتعلم منها، حاجات انفورماتيف يعني، فيها معلومات عن مصر او مثلا عن حاجه او عن رأي، فبتتعلم حاجات. متهيألي هو ده المفروض، لانه احنا المفروض نعلم الناس عن الحاجات الكويسه او على الحاجات اتليست اللي انا اتعلم منها. بس الحاجات الثانيه قوليهم. اتمنى. وبعدين يا ريت اللي بيشيروا حاجه ليها علاقه بحادث حصل استنوا بس 48 ساعه وبعدين يعملوا شير. صح، عشان لغايه ما تعرفوا الحقيقه فين، مين راح ايه، مين صح مين غلط، وبعد كده اعملوا شير. بس ما تروح كده على طول، ما انتوا مش عارفين حاجه اصلا. صح. على اساس ايه عملتوا الشير ده؟ الحاجه ما بانتش، وبعد كده بيبقى تروحوا ايه ده فعلا ده كان غلط، تروح عاملين ديليت. صح. لا بس خلينا في القميص الابيض. يلا بينا بقى. ينفع في اليوم الاسود. عجبني المثل دلوقتي. طيب ممكن كمان نلبسه، انا قلت ان احنا ممكن كمان نلبسه. ده اللاير يا شريف زي ما قلت لك، اللي ممكن تلبسه تحتيه تي شيرت في الوقت ده. انا بحب برضو الشكل ده. لان انت ممكن تبقى مثلا لابس نازل الصبح لابس تيشيرت بما ان الدنيا حر، وبالليل الدنيا بتبرد شويه، فتقدر تلبس القميص الابيض بتاعك. الصوره اللي بعديها على طول هنا اللي كنت بتكلم، ان انت ممكن تلبس القميص الابيض على البحر. لان لحد دلوقتي بحب قوي الابيض على البيج. انا كمان. اللونين دول حلوين قوي. ما دي الوان الطبيعه يا شريف يعني. بص حتى صوره البحر هتلاقي ده نفس لون، قريب شويه من لون البحر لما بيبقاش ازرق قوي، ولون الرمله. فاللونين مخضر البحر. وعلى جراي شويه كده كمان. في المجاري في الغالب بجد يعني. بص انا اكيد مش عايزه يعني، مش هو ده عارف، بيبقى انا ساعات بحلم بحاجه معينه وتيجي تبوظ لي المشهد نفسه. بوظ الحقيقه. لا، في بحر ومجاري ازاي؟ ايوه يعني؟ هو البحر الطبيعي لونه ازرق. ايوه، لما تلاقيه مخضر يعني معناها. لا انا ما قلتش مخضر، انا قلت جراي. هو مخضر. لا مفيش مخضر. مفيش بحر جراي. لا دي الترعه هي اللي بتبقى جراي المخضره دي. لا كفايه بقى بجد. المهم مش عارفه انا اعمل ايه بقى. هتطرد البذيع. ما هي مذيعه تعملها قادره.
المهم نيجي دلوقتي للقميص الابيض مع البدله. اوكي دي البدله البيج برضو عشان بتكلم لو هنروح فرح، فانت تقدر تستعمل لو عندك بدله بيج زي البدله البيج اللي انا عايزاك تشتريها دي عشان تروح بيها الفرح. انسي ليه يا شريف؟ هتحتاجها والله. اقول بكام؟ انا شايفه ان سعرها كويس، انا عشان هي ماركتها كمان كويسه وهتعيش معاك سنين ان شاء الله. انا عارفه انت هتشتريها لو هتعيش معاك سنين. اوكي هنا كمان نيجي القميص الابيض مع مع في الفرح، فممكن الناس تلبس الحمالات في الفرح بشكل ستايلش شريف مختلف. الشباب دلوقتي بيبقى عايز يعمل افكار مختلفه ومبقاش عايز يلبس بليزر، في زي ما انت ما بتحبش تلبس بدله في ناس كتيره جدا تقول لك انا مش عايزه البس بليزر، فممكن البس حمالات يكون شكلها حلو ويبقى بس شكلي لطيف وانا في الفرح. ماشي بدي افكار مختلفه، انت عارفه دايما بنحب الافكار المختلفه يعني. اوكي هنا بقى كمان ممكن نلبس القميص الابيض مع بليزر، بس البليزر يكون بليزر مختلف، ده بليزر جراي بس منه كروات. ده ولا ايه؟ ايهاب توفيق شبهه. لا مش شبهه خالص يا شريف مش يعني. انا من عندي لا 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 معلش شبهه انت غالبا محتاج ايوه التكاشي بيقول لي شبهه، المخرج بيقول شبهه، مش عارفه يا جماعه يعني. اوكي لو انتوا شايفينه اوكي يا توفيق. اوكي يلا الصوره اللي بعديها يا جماعه. هنا بقى الفيست يا شريف، انت بتحب شكل الفيست مع القميص؟ انا بحب الفيست. يعني ده بيبقى شكل برضو ممكن تقدر تلبسه على القميص الابيض لو عندك الفيست ده، وممكن طبعا من غير كرافته، وممكن قميص ابيض ممكن الفيست يبقى لون تاني مختلف، في ناس بتحب تلبس قميص قصدي فيست كاروهات او فيست اسود على جينز. اخر حاجه خالص بقى ان انت تلبس معاه البابيونه، لبستها انت قبل كده ما تهزرش. ده لبستها كتير بالظبط يا وجرسوني لما لبستها البابيونه دي، ما كنت بطلع بالبابيونات زمان. بس ما هو ده بقى الفكره، احنا ليه بنتخض من الحاجه المختلفه والجديده مع ان كانت بتتلبس والله يا جماعه زمان، وانا مش فاهم ايه اللي حصل للمجتمع بصراحه. بتضايق والله لان لا ما تضايقيش لا زمان اما كنت بشوف صور اهلي او بشوف صور مصر زمان الناس ما كانتش كده خالص. يعني الناس كانت منفتحه على العالم وكانوا بيلبسوا عادي وفي الوان وفي لبس يعني الموضوع كان لا دلوقتي في الوان للرجل وفي الوان للسيده. مين حدد كده؟ يعني عيب الراجل يلبس قميص روز؟ لا ده مش ده فين؟ دينيا ما حدش قال لا مش بقول دينيا مالناش دعوه بالدين. امال مين بالقال؟ لا في كده في المجتمع كلها الراجل ما يلبسش روز ابدا. لا لا مش ما هو انا ما تعرفيش المعلومه دي؟ لا سمعت طبعا عنها يعني بس انا طبعا ضد الكلام. حتى لما تلاقي واحده تخلف ها يجيبوا ايه؟ لو جابت بنت يحطوا لها بالونات ايه؟ روز. لو جابت ولد يحط لها بالونات ايه؟ لايت بلو زرقاء. تقول لك هو كده. بص في البيبيز ممكن اقول بس فكره ان انا احدد الراجل يلبس ايه وما يلبسش ايه بيز على الالوان واحدد. انا زمان طلعت بالقمصان ام ورد ديت فضحوني، دلوقتي كل الناس لابسه قمصان بورد. ايوه ده فعلا. ما بقول لك بص يا شريف ما احنا بنجهل اللي احنا ما بنعرفوش ونتريق على الحاجه اللي احنا ما نعرفهاش ونبتدي نجادج الناس او نحكم عليهم بيز على اللي هم بيلبسوه او حاجه غريبه عننا. يعني انا مثلا بلبس طول الوقت قمصان ساده ولقيت حد لابس قميص بورد او مقلم ابتدي اقول ايه ده غريب قوي وايه ده ازاي قدر يلبس كده. كل واحد بشخصيته، كل واحد بشخصيته واللي يليق عليه كمان. بمناسبه بقى القمصان البيضاء لما الكولاب السويره بتاعتها تبوظ نروح عاملين ايه؟ نقلبها كات، يعني نشيل الكم ويبقى عامل زي الفيست كده، بيبقى شورتات لطيف قوي. هتعمله انت قلت لي معلش ايه تاني؟ فيست يعني مش فيست سوري يعني القميص الابيض الكول بتاعته بتبوظ البتاع دي، نروح ايه قاطعينه من عند نرجعه عند الترسي نقطعه ونعمله كات لكنه جيليه كده كات بيتلبس على البحر بيبقى لطيف قوي. ده الكاجوال. ايوه تحفه هيبقى حلو جدا. وكمان ممكن لو تعمله انا بحب قوي الناس ما بتعمل كده في البيت، يعني مش في ناس ممكن تتنيت وديه عند الترزي فتعمله تانية على التانية فتحس ان يبقى فيه خياطه فيبقى شكله مهندم شويه. لكن في ناس بتعمله رو عارف اللي هو يبقى مشرشر كده بالظبط. حلو قوي ده بقى. شرفتي ونورتي. ميرسي قوي 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 ومعلش فرشت الشارع. فرشت الشارع. بقول لك ايه؟ قول للناس الاسامي اللي انا قلتها يعني قول اسم بودي مثلا. ما مش حاسه ان مهم قوي يعني. بلاش يعني خليه عارف كده دايما. روبا؟ لا. طب اشمعنى بودي بلاش قلتيها كده بس روبا لا على طول؟ اشمعنى؟ يعني بص هقول لك حاجه، انا رايي ان احنا نعمل مسابقه ونقول للناس يبعتوا لنا يسموكوا اسامينا مش يسموكوا يسمونا اسامي. طب حلوه المسابقه دي نعملها على الفيسبوك. على الفيسبوك على الاربع شارع الشريف. اربع شارع الشريف بس هنحط صورنا هحط صور كل الناس ومبودي كل الناس وربا وتكاشي وجهل ومؤمن بقى وكله بقى وجعاء وهي بتشدك باللي بينا بالظبط ولابسه العفريته بالظبط وتحط صورنا كلنا وهنحط صورتك طبعا. ما انا معاهم وشيفات وندى كله وحطوا لنا بقى وساده المصورين هحط لكم صوركم كلكم كل وبتوع الديكور والاضاءه وكله
ونشوف بقى الناء ومش هحط صورتي. ليه؟ لا خلاص انا صاحب الشارع. ليه بس انت معانا في الشارع؟ لا 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 انا صاحب الشارع. ايوه انت صاحب الشارع. لا 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 لا. بس هتبقى فن قوي لو احنا كلنا والناس بقى تسميكوا ونشوف بقى الاسامي بتاعتي احلى ولا اسامي الناس احلى. تفتكري ايه؟ اكيد اسامي الناس. طب مين الاسامي؟ بس الاسامي اللي انا بقولها جذابه اكتر اكيد. هو بودي هنا. طب وبالنسبه للمسيح حسام ده نسميه ايه بقى؟ يعني ده ممكن كروان الشارع. يا سلام يا لهوي. ايه رايك؟ سيبتك اللقب ده خلاص انا موافق. يا كروان كروان الشارع يا كروان منور يا كروان. نورت يا دينا. ميرسي يا شريف. ميرسي ليكي. اشكرك. يا رب تكونوا اتبسطتوا عندنا النهارده في 4 شارع شريف. نشوفكم ان شاء الله بكره في نفس ميعادنا. شكرا ليكوا. باي باي.